مرحبا أصدقائي، أهلا بكم في الحصة الثانية من الأسبوع الثاني. في حصتنا اليوم راح نشوف الجملة الإسمية، الألوان، ونشوف النص تعارف أو محادثة، وراح نشوف بعض الكلمات التركية. عديد الكلمات اللي نحتاجها في حياتنا اليومية، وأصلا كل شيء موجود في المستوى الأول عارفوا أنه تحتاجوه في الحياة اليومية. نبدأ أول شيء بالجملة الإسمية. إحنا في الحصة السابقة كنا تعرفنا على لواحق الضمائر، الضمائر الشخصية طبعا. ما هي أصلا الجملة الإسمية؟ في اللغة العربية مثلا نقول لك أنا بخير، أنا مريض، أنا جيد، أنا سعيد، أنا حزين، إلى آخره. هذه هي الجملة الإسمية. طبعا هنا أعطيتكم يعني جملة متكونة من كلمتين فقط. يعني لما نقول الجملة الإسمية ليس شرط أن تكون جملة متكونة من فعل، فاعل، ومفعول به إلى آخره، لا. لما نقول لك أنا بخير هذه جملة إسمية. ولما نقول أيضا الجملة الإسمية ممكن يكون أسماء، مثلا نقول لك أنا معلم، تمام؟ راح نحتاج دائما إلى الضمائر الشخصية ولواحقها، ونحتاج إلى اسم أو صفة. مثلا نقول لك أنا مريض، هنا صفة مريض. ولكن لما نقول لك أنا معلم أو أنا معلمة هذا اسم معلم، تمام؟ فالجملة الإسمية ممكن نصرف فيها الاسم أو نصرف فيها الصفة. طبعا مع من نصرفها؟ نصرفها مع الضمائر الشخصية. بيكي نعود نتذكر مع بعض الضمائر ولواحقها. بان لاحقتها ام. شوفوا كل ما تلقاو حرف صوتي رباعي لاحقة فيها حرف صوتي رباعي عارفوا انه راح نحتاج الى قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. واذا لقيتوا لاحقة فيها حرف صوتي ثنائي مثل لار او لار، يعني ا او ا، عارفوا انه راح نستخدم التوافق الصوتي الثنائي. اذا لاحقة بان أم، ونعرف أنه بقى عندها ثلاثة أشكال، يعني المجموع كامل يكونوا أربعة أشكال. سان، سن، أو ليس لديه لاحقة، بيز، إز، سيز، سنز، أونلار لاحقتها لار أو لار. بيكي مثلا عندي كلمة هاستا، تمام؟ راح نعطيكم هنا في الدفتر. أنا عندي كلمة هاستا معناها مريض، انتهت بحرف صوتي، ومثلا أريد تصريفها مع الضمير بان ولاحقته تبدأ بحرف صوتي، ماذا أفعل؟ راح يكون عندي التقاء حرفان صوتيان، يعني راح يكون عندي هذا الشكل هستأم هستأم. تمام؟ فماذا أفعل؟ في اللغة التركية ممنوع يكون عندي التقاء حرفان صوتيان، فأذهب وأضيف حرف الحماية يه، تمام؟ يعني يحمي من التقاء الحرفان الصوتيان، فتصبح هستيم هستيم، أنا مريض. إذا قلنا بان هستيم، سان هستسن. عندي كلمة هست هنا انتهت بحرف صوتي، ولكن لاحقة الضمير سان بدأت بحرف ساكن فنوضحها مباشرة. طبعا هنا بالنسبة أم أو إيم، يعني الشكل اللي نختاره يكون على حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. عندي كلمة هاستا قلنا بدأت أو انتهت بحرف أ، نروح نتبع قاعدة التوافق الصوتي الرباعي راح تعطيني أ، فنوضع أم هاستيم، سان هاستسن، أو هاستا ليس لديها لاحقة، بيز هاستيز نحن مريضون، سيز هاستسنز. أيضا شوفوا بالنسبة للضمير بان وبيز هذا الضميرين فقط لأنه هما اللي يبدأوا بحرف صوتي، مع هذا الضميرين إذا كان عندي كلمة انتهت بحرف صوتي وأتت مع ضمير بان أو ضمير بيز دايما نضيفه حرف الحماية ي. سيز هاستسنس أونلار هاستلار. طبعا بما أنه عندي هنا حرف صوتي ثقيل فرح نوضع لار. نأخذ مثال آخر ليكون ينتهي بحرف ساكن. مثلا عندي كلمة نصل، نصل طبعا
نستخدمها في حياتنا اليومية، مثلا حتى نسألك نصص، تمام؟ يعني كيف حالك؟ فكلمة نصل انتهت مثل ما قلنا بحرف ساكن اللي هو حرف لا، تمام؟ في هذا الحالة مع ضمير بان وبيس لا داعي لإضافة حرف الحماية ي، لأنه لا يوجد التقاء حرفان صوتيان. عفوا، بالنسبة للترجمة، بان هاستيم أنا مريض، سان هاستسن أنت مريض، أو هاستا هو مريض، بيز هاستيز نحن مريضون، سيز هاستسنز أنتم مرضى، أونلار هاستلار هم مرضى. نرجع مرة ثانية لكلمة النصل. النصل طبعا ترجمتها كيف، لما نضيفوا لها لاحقة الضمير تصبح للسؤال عن الحال. بان نصلم كيف أنا، سان نصلصن كيف حالك أو كيف أنت، أو نصل كيف هو أو كيف حاله، بيز نصلز كيف نحن أو كيف حالنا، سيز نصلصنز كيف أنتم أو كيف حالكم، أونلار نصلار كيف حالهم. هذه بالنسبة لي أولملو. أولملو معناها الحالة المثبتة أو الحالة العادية. بالمناسبة نسيت أنه ننبهكم على شيء معين، اللي هو أنه لما نصرف الأفعال أو الصفات أو الأسماء مع الضمائر، دائما يكون عندي الضمير ولاحقة الضمير. الضمير لا يأتي لوحده، دائما تكون عنده لاحقة، تمام؟ فلما نصرفه دائما هذه الكلمة تتبعها لاحقة، لازم تكون، وإلا تكون خاطئة. اللاحقة قلنا لازم تكون، ولكن بالنسبة للضمير ليس شرط. نقدر نقول بان هاستيم، أو نقدر نقول هاستيم بدون ذكر الضمير، لأنه هذا اللاحقة يتعبر على الضمير. ولكن ما نقدرش نقول مثلا بان هاستا، بان هاستا يعني راح تبان أنك، أو راح تباني أنك ما تعرفيش اللغة التركية وأنك غريبة عليها. فدائما لازم تكون لاحقة الضمير. هنا رايحين نروح الآن أولمسوس إلى الحالة الثانية. أولمسوس يعني حالة النفي. مثلا أقول لك أنا لست مريض، الحالة الأولى كانت أنا مريض، تمام؟ بان هاستيم. الحالة الثانية أنا لست مريض، النفي. هنا دائما في حالة النفي لما يكون عندي جملة اسمية يكون فيها اسم أو صفة، تمام؟ وليس مع الأفعال، مع الجملة الاسمية، دائما نستخدم أداة النفي كلمة ديل، ديل، تمام؟ دائما نستخدم هذه الكلمة اللي هي أداة النفي الأسماء والصفات، ديل معناها في اللغة العربية ليس، تمام؟ بالنسبة للجملة الإسمية كيف، مثلا عندي هاستا، أريد أن أقول أنا لست مريض، فنستخدم كلمة يعني الكلمة اللي راح نقولها أو الصفة. هنا عندي هاستا، بان هاستا ديلم، ديلم. هنا لاحقة الضمير تأخذها كلمة ديل، تمام؟ وليس الصفة أو الاسم. الصفة أو الاسم يبقى مثل ما هو، وكلمة ديل هي اللي تأخذ لاحقة الضمير. ما نقولش بان هاستيم ديل، تمام؟ تكون يعني خاطئة. نقوله هاستا ديلم، هاستا ديلم، أنا لست مريض. طبعا كالعادة يعني تكونوا تعودتوا الآن أنه دائما نستخدموا التوافق الصوتي الرباعي. هنا عندي كلمة ديل آخر حرف صوتي موجود فيها هو حرف إي، لهذا نتبع قاعدة التوافق الصوتي الرباعي، راهي موجودة عندكم، فتعطيني حرف إي، لهذا نختار الشكل إم، ديلم، ديلم، هاستا ديلم، سن هاستا ديل سن، هاستا ديل سن، أنت لست مريض، وهاستا ديل هو ليس مريض، دائما ضمير أو ليس لديه لاحقة. بيز هاستا ديلز، بيز هاستا ديلز، نحن لسنا مرضى.
Siz hasta değilsiniz. Siz hasta değilsiniz. Entüm lestüm marda. Onlar hasta değiller. Onlar hasta değiller. Hadari minel vuku' fil hata. مثلا هنا نصلار وليس نصلار تمام عندي حرف لام متكرر مرتان نصلار كأنها شدة في اللغة العربية نفس الشيء ديلار ديلار يعني عندي اللي متكرر هنا اللي الأول خاص بكلمة نصل واللي الثاني خاص باللاحقة لار نفس الشيء ديل لي الأول خاص بكلمة ديل ولي الثاني خاص بلاحقة أونلار اللي هي لار هنا لماذا وضعنا لار لأنه عندي ديل آخر حرف صوتي فيها وحرف صوتي خفيف لهذا وضعنا لار تمام على ما أظن كل شيء سهل الآن راح ننتقل إلى أضمن صورو اللي هو حالة السؤال تمام طبعا أداة السؤال هي عبارة عن حرف م زائد حرف صوتي رباعي اللي كنا شفناها في الحصة الماضية سهلة جدا فقط نستخدم التوافق الصوتي الرباعي وهذه هي الأشكال اللي تكون عندنا م مي مو مو فهمتوا الآن لماذا دايما نكرر ونقولكم ما تروحوش للدرس القادم حتى تكملوا الدرس اللي تكونوا فيه لأنه دايما نحتاج هذه الدروس للمراحل القادمة فبالنسبة للأداة أداة سؤال هل هي سهلة جدا فقط نستخدم التوافق الصوتي الرباعي مثل ما قلت مثلا عندي هنا ركزوا في طريقة التركيب تمام مثلا عندي هنا كلمة هاستا انتهت بحرف أ تمام نروح نطبق قاعدة التوافق الصوتي الرباعي تعطيني أ فنكتب أو نختار الشكل م تمام إذا يكون عندي الصفة من بعد أداة السؤال وأداة السؤال طبعا تكون منفصلة على الكلمة اللي تكون قبلها دائما تكون منفصلة لا تأتي متصلة بالكلمة ومن بعد نضيف لاحقة الضمير إذا طريقة التركيب تكون صفة زائد أداة السؤال هل زائد لاحقة الضمير بيكي هنا عندي هاستا راهي وحدها ومن بعد قلنا عندي أداة السؤال وعندي لاحقة الضمير هنا عندي أداة سؤال انتهت بحرف صوتي ولاحقة الضمير بان بدأت بحرف صوتي هذا الشكل يكون مع بان وبيس لأنه عندنا لاحقتهم مثل ما قلنا تبدأ بحرف صوتي على هذا دايما نضيف حرف الحماية ي فتصبح هستميم هستميم هل أنا مريض؟ سان هستمسن هنا طبعا بما أنه لاحق الضمير سان بدأت بحرف ساكن فلا نضيف حرف الحماية يه هستمسن هل أنت مريض؟ أو هستم هل هو مريض؟ بيز هستميز هنا مثل ما قلت لكم لاحقت بيز بدأت بحرف صوتي وعندي أداة سؤال هل كملت بحرف صوتي فنوضع حرف الحماية يه بكل بساطة راني نكرر لكم على بالي ممكن كان أشخاص اللي تبان لهم شيء ممل ولكن التكرار ما راحش يخليكم تنسوا فحاولوا لما نكرر ما تفوتوش الفيديو سيز هستمسنس سيز هستمسنس هل انتم مريضون او هل انتم مرضى اونلار هستلار ما بالنسبه لي اونلار مثل ما لاحظتوا انه بان سان او بي سيز يعني جميع الضمائر ما عدا ضمير اونلار كانت طريقه التركيب الاسم أو الصفة زائد أداة السؤال هل زائد لاحقة الضمير العكس أونلار نوضع نوضع الصفة أو الكلمة ومن بعد نوضع لاحقة الضمير يعني لاحقة الضمير تأتي متصلة مع الكلمة هستلار ومن بعد نوضع أداة السؤال وحدها تمام أونلار هستلار ما هل هم مرضى كتبت لكم الشكلين حتى ما تقعوش في الخطأ عندي هنا أونلار هاستلار م وعندي أونلار هاستملار قلنا أنه باقي الضمائر نوضع الكلمة زائد أداة سؤال هل زائد لاحقة الضمير يعني نوضع أداة سؤال حتى تلحقها لاحقة الضمير ولكن أونلار وحدها طريقة تركيبها تكون
الكلمة زائد لاحق الضمير ومن بعد أداة السؤال وحدها، فنقول أونلار هاستلار ما، يعني صحيحة. لو نركبوها مثل ما ركبنا مع الضمائر الأخرى تصبح هاستملار هاستملار، وهذه خاطئة. تمام، خلونا ننتقل الآن إلى ألمسوسورو اللي هي حالة السؤال المنفي. كيف؟ مثلا نقول لك ألست مريض؟ ألست سعيد؟ إلى آخره، يعني سؤال ونفي في نفس الوقت، يعني راح نستخدم اللاحقة أو أداة النفي ديل زائد أداة السؤال هل. تمام، فبان هستديل ميم. طريقة التركيب كيف تكون؟ تكون عندي الاسم أو الصفة زائد أداة النفي زائد أداة السؤال زائد لاحقة الضمير. فلما يكون عندي سؤال ونفي يعني ألمسوسورو، لاحقة الضمير تأخذها أداة السؤال هل. تمام، بن هستديل ميم ألست مريض، سن هستديل مسن ألست مريض، أو هستديل مي أليس مريض، بيز هستديل ميز ألسنا مرضى، سيز هستديل مسنس ألستم مرضى، أونلار هستديل لارمي نفس الشيء مع أونلار، نوضع لاحقة الضمير مع ديل. تمام، ليس مع هستا، يعني ليس مع الكلمة، مع الصفة، ديل هي اللي تأخذ لاحقة الضمير. تمام، مع الضمير أونلار فقط، أما مع باقي الضمائر فأداة السؤال هي اللي تأخذ لاحقة الضمير. والآن أركدش لار راح ننتقلوا للألوان، وراح نحاول أني نقدم لكم الألوان بسيالات. تمام، الألوان باللغة التركية هي رينكلار رينكلار، لون رينك رينك، جمع رينكلار. تمام، راح نبدأ باللون الأبيض. اللون الأبيض هو بياز بياز. اللون الأزرق مافي مافي. أسود يشيل يشيل. أخضر يشيل. حاولوا تتلفظوا بعدي عفوا الألوان. كافي رنجي كافي رنجي كافي رنجي، يعني بني. غري غري رمادي. صار 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 وليس صار. تمام، صار أصفر. كرمزي 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 أحمر. تورنجو 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 برتقالي. مور 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 يعني بنفسجي. بامبي 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 وردي. وعندنا أيضا فضي قمش قمش، أو نقدر نقولها على الفضة قمش، فضي أو فضة. ألتن ألتن ذهبي ألتن، نقولها على الذهب أو ذهبي. تمام، مثلا لسؤال عن لون معين نستخدم نيرانك نيرانك. مثلا نقول لك بورتقال نيرانك بورتقال نيرانك. بورتقال هو البرتقال، نيرانك ما لون البرتقال. تمام، ما لون البرتقال؟ أحسنتم، تورنجو تورنجو. بيكي آج نيرانك آج نيرانك، هل تتذكرون كلمة آج؟ جيد، شجرة. ما لون الشجرة؟ برافو سيزي، يشيل يشيل. دينيز نيرانك
دينيز نيرانج. دينيز هو البحر. ما لون البحر؟ برافو سيزي، مافي. وحبيت أني نوضح لكم نقطة معينة، هو أنه في اللغة التركية الصفة تسبق الموصوف عكس اللغة العربية. في اللغة العربية الموصوف يسبق الصفة، راح نشرح لكم بشكل أحسن. مثلا عندي بامبي تشيتشيك، بامبي تشيتشيك يعني هنا بامبي وردي، تشيتشيك زهرة، تمام، زهرة وردية. جول بدكة، جول هي وردة، تشيتشيك زهرة، تمام. بامبي تشيتشيك، عفوا عاودت كتبتها لكم حتى ما يكونش ملخبط الشرح. فقلنا انه في اللغة التركية يكون عندنا الصفة يسبق الموصوف. الصفة ما هي؟ بامبي هو اللون، الموصوف ما هو؟ تشيتشيك الزهرة، يعني وصفنا الزهرة باللون الوردي، تمام. اذا هذا صفة وهذا موصوف. لو نركز قليلا نلقى انه بامبي تشيتشيك هي زهرة وردية، قلنا بامبي قلنا هي الصفة في اللغة التركية نفسها، في اللغة العربية هي الصفة. تشيتشيك هي الموصوف نفسها، الزهرة هي الموصوف. ولكن ماذا افعل؟ احنا في اللغة العربية نقول زهرة وردية، ما نقولش وردية زهرة، تمام. في اللغة التركية نعكسها، نقول بامبي تشيتشيك يعني نقول وردية زهرة، تمام. بامبي تشيتشيك فالصفة هي اللي تسبق الموصوف، تمام. مثلا نقول لك كرمز أياكابي، كرمز أياكابي معناها حذاء أحمر، تمام. استخدمنا الصفة اللي هي الأحمر، ومن بعد استخدمنا الموصوف اللي هو أياكابي اللي هو حذاء، تمام. هنا ركتشلار عندنا بالنسبة للغامق والفاتح، غامق كويو، كويو، تمام، فاتح أوتشيك، أوتشيك. مثلا أريد أن أقول أزرق، أزرق غامق، نقول كويو مافي، كويو مافي، تمام. إذا أردنا أن نقول أزرق فاتح أوتشيك مافي، أوتشيك مافي. إذا أركادشلار راح ننتقلوا لآخر شيء موجود عندنا في هذا الحصة اللي هو حوار تعارف. راح يكون الحوار ما بين أولغا وماريا. مرحبا، مرحبا. بنيم أدم أولغا، سيزين أدنز نه؟ بنيم أدم ماريا. ممنون أولدم. بندي ممنون أولدم. ناسلسنز؟ تشكر إدرم. إيم، سيز ناسلسنز؟ Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nerelisiniz? Ben Bulgaristanlıyım. Siz nerelisiniz? Ben Rusum. Ruhu الآن للترجمه. Merhaba, merhaba, merhaba. Reddet aliha, merhaba. Benim adım Olga. Benim adım, şifnaha, ismi. Olga, ismi Olga. Sizin adınız ne? هنا راه يتخاطب فيها بصيغة الجمع، يعني صيغة رسمية. سيزين أدنزني، ما اسمكم أنتم؟ بني مادم ماريا، بني مادم ماريا، اسمي ماريا. ممنون أولدم، ممنون أولدم، يعني تشرفت بك. باندي ممنون أولدم. للرد عليها نقولوا باندي. هنا بان تكون منفصلة على دي، معناها أنا أيضا. وإذا كانت متصلة مع، يعني بان ودي كانوا متصلين، يكون عندها معنى آخر اللي هي عندي، تمام. فهنا لازم تكون منفصلة حتى تكون معناها أنا أيضا. ممنون أولدم، باندي ممنون أولدم، أنا أيضا تشرفت بك. نصل صنز، بقينا نتكلمو بالصيغة الرسمية، نصل صنز، لم تقل نصل صن. نصل صنز، كيف حالكم؟ تشكر ديرم، شكرا. إيم، أنا بخير. سيز نصلصنز، أنتم كيف حالكم؟ باندي إيم، لاحظتوا أنا أيضا. باندي إيم، أنا أيضا بخير. تشكر ديرم، شكرا. نرى لسنز،
هنا لم تقل نيري ليسن، قالت لها نيري ليسنس. دائما نبقاو نتكلموا بالصيغه الرسميه. طبعا اذا كان شخص ما نعرفوش، نيري ليسنس من اين انتم؟ بان بلغارستان ليم، انا من بلغاريا. تمام، سيز نيري ليسنس، انتم وانتم من اين؟ قالت لها بان روسوم، يعني انا روسيه. بالنسبة للجنسية، يعني لما الشخص يسألك نيري ليسن أو نيري ليسنز من أين أنت، طريقة الإجابة عليها راح نتكلم عليها في الحصة القادمة، لأنه عندنا لاحقة نستخدمها. تمام، فهذا هو كان أو كانت هذه حصتنا اليوم. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها وكانت ممتعة بالنسبة لكم غير مملة. نلتقي في الحصة الثالثة من الأسبوع الثاني إن شاء الله.